بعض الناس يقولون لا يقع الطلاق بكلمة أنت طالق بالهمزة، ويقول لا بد من القاف، وهذا كلام باطل، لأن القائل أنت طالق من العامة مراده إيقاع الطلاق، ولغة بلده الهمزة بدلا من القاف لغة بلده، والذي لا يتقن العربية من الأصل فيقول بكلمة غير الطلاق تماما، يعني باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأردو أو البشتو أو أي لغة من اللغات، لا يقول طالق بالمرة لا بهمز ولا بدون همز. فاصطلح الناس على أن من قال لزوجتي أنت طالق أنها واقعة، أما قول من قال لابد أن تقول أنت طالق، العامل أو الفلاح عمره ما يعرف يطلع القاف، نادر إذا طلع القاف في طالق، فهذا قول باطل، والأعمال بالنيات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.